الاحترام الحقيقة كلمة ممكن تتقال بشكل عادي جدا، لكن مضمونها كبير جدا، والكلام عنها ياخد ساعات، لأن احنا كلنا بنعاني من مشكلة في الاحترام في الشارع، واحنا راكبين العربيات، او انت راكب الاتوبيس، او انت راكب الميكروباص، وانت ماشي في الشارع، وانت بتشتري حاجة، وحد كبير معدي او طفل معدي، بتعاني جدا من مشكلة الاحترام. احنا عندنا كده ساعات لما يجي حد يهزأ حد يقول له انت مش متربي، وكأنها دي شتيمة يعني. بس هي فكرة التربية، ازاي الانسان يتربى، وازاي نربي ولادنا على فكرة الاحترام للكل بغض النظر عن جنس او لون او دين. معاني كبيرة قوي لو احنا قدرنا نطبقها، وتختلف كتير جدا في الشارع وفي الحارة وفي البيت وفي الكنيسة وفي الجامع وفي كل مكان. نتكلم اكتر ازاي نربي ولادنا على فكرة الاحترام، لكن اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بيشرفني، المهندس جوزيف عياد، خبير المشورة الاسرية والخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم بالرحاب. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم، منورنا. أنا متشكر جدا على الدعوة الكريمة دي. إيه موضوع الاحترام ده يا باشمهندس؟ هقول لك حاجة من الأحداث اللي جارية حاليا. طبعا كلنا تأثرنا بالحادث الإرهابي اللي حصل في نيوزيلند طبعا. وكلنا طبعا تأثرنا بيه جدا طبعا. وكلنا مشاعرنا اتحركت فيه، وقلوبنا مع الضحايا وأسرهم وكده. إنما أنا اللي لافت نظري الحكومة النيوزيلندية تصرفت معه ازاي، ابتداء من رئيسة الوزراء للبرلمان النيوزيلندي للحكومة النيوزيلندية للمجتمع المدني في نيوزيلندا للشعب، من أكبر واحد لأصغر عامل بسيط، اتعاملوا ازاي. صحيح، في احترام، في مشاعر، في حب، في يعني لو تعرف حضرتك ان الكنيسة النيوزيلندية النيوزيلندية جمعت 15 مليون دولار نيوزيلندي لأسر الضحايا. أيوة. يعني ده مبلغ كبير. ده ناتج منين؟ ناتج من التربية. مفيش غير كلمة التربية. ادوا للعالم كل يا دكتور درس في الاحترام وقبول الآخر ومحبة الآخر، صح كده يا دكتور؟ مظبوط. التربية السليمة بيربوا الطفل. طبعا انا يعني هقول حاجه ممكن الناس تقول ده راجل بيقول، بيربوا الطفل وهو بطن امه. يعني التربيه الحديثه دلوقتي ان في امريكا بيجيبوا الام الحامل ومن الشهر الخامس او السادس بيسمعوها موسيقى، لان الاطفال وهي بتتكون شخصيتها ونفسيتها يعني. وده حاجة على فكرة كتابية، إن السيدة العذراء لما زارت أليسابات وقالت لها أليسابات عندما سمعت سلامك في أذني ارتقد الجنين فرحا في بطني، يعني الجنين سمع. صحيح. فإحنا مش هنقول ده، إحنا هنقول التربية من الحضانة، من أول ما الطفل يبقى مثلا عنده سنة وراح الحضانة أو سنة ونص أو مشابه وراح الحضانة، بيربوه إزاي على الاحترام. اولا انا هقول لك على الغرب مثلا بيعاملوا ازاي في الحضانه دي، عشان يعلموا الطفل الصغير ازاي يقول بليز اللي هي من فضلك، وازاي يقول ثانك يو اللي هي شكرا. طفل ما بيعرفش يتكلم، ما يقدرش يحط حروف جنب بعضها، بس الطفل في السن ده ممكن يقول با او تا. فيجي مثلا الطفل عايز لعبه فبيمد ايده ياخدها، يقول له لا سي تا، مش فاهم معايا، فيفهم انه لازم يقول حاجه عشان ياخد الحاجه اللي هو عايزها، فيقول عشان يخلص وعايزها فيقول. بعد ما بياخدها يروحوا واخدينها منه تاني سيتا، ليه؟ ما لازم في كلمه تاني بعد ما تحصل على الشيء، لازم يبقى فيه متشكر. فطفل من الحضانه وهو لم يتعلم الكلام بعد بيفهم انه لما يطلب حاجه يقول شكرا كلمه، لا لما توصل لما توصل له يقول شكرا. ده من بدايته. عشان كده تلاقي الاسلوب بتاع الناس في الحياه المجتمعات الغربيه، تلاقي الناس في احترام بينها وبين بعض، احترام الجار، وبتسموا لبعض يا دكتور بشكل عجيب. يعني فكره اللي انت تبتسم للاخر دي يعني اهلا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه يمكن تبقى يعني الناس تضحك عليها شويه. الناس بتركب الاتوبيس في الغرب، طبعا ما فيش كومساري، هو السواق اللي بيديك التيكت، فانت بتخش الاتوبيس تقول له تيكت بليز، فبيديك التيكت وبتقول له ثانك يو، والسواق بيقول لك جود مورنينج صباح الخير.
احنا هنا واحنا بنركب الاتوبيس في حد عمره صبح على الكمساري او صبح على السواق او 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 صبح على اللي قاعدين جنبه في الاتوبيس، او تطلع تقول له اتنين وهات الباقي، يعني ما في، لان ده اتعلم من الصغر ازاي شكرا يحترم وشكرا لو سمح. احنا زمان مصر في 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 في, في بدايه القرن 19 احنا شفنا افلام ابيض واسود، كان في نهارك سعيد يرد عليه جاره يقول له نهارك سعيد مبارك. كنا بنشوف في افلام نجيب الريحاني الابيض والاسود يقول له اسعد الله مساءك. الكلام ده فين؟ ممنون. فين الكلام ده؟ خلاص انقرض. يعني دي كانت تربية. صحيح. المدارس كانت مدارس رهبات معظمها، كان في التزام، كان في توعية، كان في أخلاق، وده اللي احنا الحقيقة بنفتقده. ده احنا كان في مشاريع كتيرة لفكرة الأخلاق في مصر دي في الفترة اللي فاتت، لكن على أرض الواقع يا باشمهندس لا، ليه الدنيا صعبة قوي كده؟ وليه فكرة ان احنا نحترم الآخر ما بقتش موجودة، وبقى كل التفريق انت مسيحي ولا مسلم، ده راجل ولا ست، ده كبير ولا يعني بيدور على اي مدخل ايه اللي مختلف عن بعض فيه عشان نبتدي نتخانق او نبتدي نبعد. ليه احنا بقينا نفكر بهذا التفكير؟ طيب انا ممكن اخش في حته كتابيه شويه من الكتاب. اتفضل. احنا عندنا كمسيحيين احنا ما عندناش الخوف من الله، احنا عندنا مخافة الله. الخوف من الله بتدي لك نوع من الخوف من العقاب، الخوف من العذاب، الخوف من يعني في فرق بين الله المحب والله القاسي. إنما مخافة الله هي طاعة الله. صحيح. إحنا عندنا إن ربنا أبانا، إحنا بنقول أبانا الذي في السماوات. الأب ده محب، رؤوف، رحيم، عطوف. يقول كده في متى 5 يشرق شمسه على الأبرار على الأشرار. شوف، لا، يشرق شمسه على الأشرار والأبرار والصالحين. يعني حطت الأشرار في الأول، يعني إحنا عندنا دقة في الكتاب، يعني مش على الصالحين والأشرار أهو بينا بالمرة إحنا مش فاضيين، لا، ده حطتها بالقصد لأنه محب. فإحنا بنستمد من حب ربنا لينا كبشر عشان نحب الآخرين ونحب المختلفين معهم ونحب حتى إلى أبعد نقطة، إلى حب الأعداء. دكتور بشكل عملي، باشمهندس بشكل عملي وبسيط، إزاي أربي ابني أو بنتي في السن الصغير على فكرة احترام الآخر وقبول الآخر أيا كان مختلف معايا في إيه، في دين، في شكل، في لون، في كل حاجة؟ لو أنا علمته على مخافة الله هعلمه على طاعة الله. هدي لك مثل أرضي. تفضل. لو أنا بخاف من أبويا يبقى أنا هطيع أبويا في وجوده. لما ربويا مش موجود خلاص انا هعمل اللي انا عايزه. لو انا بخاف من مديري يبقى انا هعمل اللي عايزه مديري في وجوده، لما المدير يزوغ او خلاص. مش موجود انا. انما لو انا بحب ابويا يبقى انا بحب ابويا، يبقى انا بطيعه في وجوده وفي غير وجوده. لو انا بحب مديري يبقى انا بعمل شغلي كويس في وجوده وفي غير وجوده. فاحنا لو اتعلمنا ان مخافة الله هي طاعة، هيتعلم الطفل وهو صغير انه لما يطيع ربنا هيطيع مدرسينه، هيطيع ابويه، هيعرف جيرانه وحقوقهم عليه، هيحب جيرانه، هيحب الناس من خلال وصايا ربنا اللي هترضي ربنا، هو حاول هيرضي ربنا. انا برضه هنزل لارض الواقع وانزل مع حضرتك في الشارع. فكرة ان انا أحاول أجيب واسطة عشان ما أقفش الطابور، عشان أخلص ورق بشكل أسرع، عشان عايز أعدي أكثر إشارة المرور، الحاجات اللي هي العادية اللي إحنا بنعملها في حياتنا دي كل يوم، هل ده دليل قاطع إن أنا آسف يعني ما تعلمتش أكون محترم؟ أنا مش هقول على حد عشان ما تبقاش الحكاية. أنا ما أقصدش، أنا عايز أقول أقصد يا دكتور، أنا أقصد يعني هل الاحترام ده يتجزأ؟ يعني ان انا ممكن اكون محترم مع حضرتك، بقول لحضرتك من فضلك ولو سمحت، ولما انا اروح اقف في طابور احاول ازوغ او احاول ان انا ارشي حد عشان اخد دوره او عشان، يعني هل الاحترام يتجزأ ولا هي كلها باكج على بعضها، كومبو كده زي الوجبه كومبو على بعضها؟ لا، الاحترام لا يتجزأ.
الاحترام ده شيء لازم يكون على بعضه زي ما حضرتك وصفته. أي. يعني ما ينفعش أبقى أنا محترم هنا ومش محترم هنا. تمام. ما ينفعش أبدا. تمام. الاحترام هو الاحترام، وده ناشئ زي ما قلت لحضرتك من التربية من الصغر. لو يعني مثلا هقول لك في أسس في التربية مهمة جدا جدا. يعني أنا مع الطفل بطبعه، أنا الطفل لما بيتولد بطبعه أناني. ده أناني عايز ياخد كل حاجة ومش عايز الطفل بطبعه كل حاجة. بطبعه ما بيحبش النظام، فوضوي، لو دخل على التسريحة يروح موقع كل اللي عليها في الأرض. أي. لو اديته كوباية يروح دلقها. ده الطفل طبيعته أناني فوضوي بيكره النظام. مش الطفل الإنسان ده طبعا. لا ما لا ده الطفل المولود. دور الأهل إن هم في التربية هي تعديل سلوك. هنعدل سلوكه ده من أناني يبقى متعاون، نعدل سلوكه من غير منظم يبقى منظم. التربية هي غرس مبادئ وتعديل سلوك وتوجيه وتربية. تمام. إزاي أفهم ابني أو بنتي وهو في السن الصغير ده إن أنا بعلمه الاحترام للكل مش لي أنا بس؟ يعني ممكن أقول له إيه؟ فضلك، أقول له سمحت يا بابا من فضلك، الحاجات اللي حضرتك قلتها لنا دي. هو فعلا في البيت يقول كده، لكن بره البيت ممكن يضرب أصحابه، ممكن يتعدى على حق الآخر، ممكن يكبر شوية يتجاوز، يتعلم الفساد من المجتمع. إزاي المبادئ اللي أنا برسخها فيه دي يبقى لكل مكان جوه البيت وبره البيت؟ أولا لازم يبقى في قدوة. يعني هو الطفل في البيت شايف قدوة، شايف الأهل بيتصرفوا إزاي. تمام. في الحالات المختلفة شايف بابا بيتعامل مع جاره إزاي، شايف مامته بتتعامل مع البياع إزاي. دي القدوة، بيشوف السلوك ده يعني أنا ممكن أقول حاجة شخصية خاصة جدا. فضل شو. أنا كان عندي حالة وفاة قريب لأحد الأحباء، فأنا رايح أعزي، فلقيت ابني بيقول لي بابا أنا جاي معك. أنا استغربت، هو ابني طالب في الجامعة يعني. فقلت له تعالى حبيبي، دي حاجه جميله ان يعني يجي يعمل واجب عزاء يعني. فبساله في السكه بقول له انت جيت لي، مع انه طالب وشاب وبيروح النادي وبيروح يعني عنده اكتيفيتيز كتير ونشاطات كتير، مش العزاء من ضمنها. قال لي سمعتك بتقول باباك كان بياخدك في العزاء وانت صغير، فانا عايز اعمل زي ما كان بتعمل مع باباك. صحيح. ففي القدوه هنا مهمه، القدوة مهمة. التعامل، لو أنا بقى بعد أشتم في جيراني أو بعد ما احترمش حقوق جاري وما احترمش حرية جاري وما احترمش حرية البياع وحقوق الشخص اللي أنا بتعامل معه، إذا كان شغالة في البيت، إذا كان عامل بيعمل لي مهمة معينة، طريقة التعامل والاحترام ده رب ابني ان هو يحترم جار اللي ساكن قصادي، لكن مع البواب يقول له بقولك ايه خدها مش يعني. فكرة ان انت بتعلمه او بتربيه على فكرة احترام الكل. انا هقول حاجة يعني برضو غريبة شوية، انا كنت في بلد عربي وبعدين سمعت اعلان في الراديو عن طفل والدته بتحط له او يعني طفل بيتحط له في الشنطة بتاعت المدرسة نوع معين من اللبن، فهو معترض عليه عشان الإعلان عايز يحط ماركة معينة، فبيقول لها شيلي ده أنا ما أبغى ده، شيلي ده. فأنا كلمت واحد يعني مثقف في هذه الدولة، قلت له الإعلان ده مش كويس مش تربوي، لأنه طريقة شخط الولد لأمه، هو صحيح عايز اللبن اللي هو بيحبه يتحط في الشنطة، بس ده ممكن يتقال بأسلوب أحسن من العنف اللي بيقول بيه الطفل شيلي ما أبغيه. قال لي لا ده مش بيكلم أمه، ده بيكلم الشغالة. يعني 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 هو السلوك واحد، هيكلم امه بسلوك، هيكلم الشغاله بسلوك. الاحترام للكل. الاحترام للكل. الاحترام للكل. زي مدرسه المشاغبين لما كسرت حواجز كتير في مصر ومتهمه كتير لحد دلوقتي، رغم ان هي مسرحيه جميله وعجبتنا، لكن متهمه بفكره عدم تقديم الاحترام للمدرس. كمان عايز اسالك يا دكتور يا باشمهندس، ايه الفرق ما بين ان انا اربي ابني وان انا اادب ابني؟ هل هي واحد ولا في فرق ما بين فكره العقاب والتاديب؟ هي الحقيقة في فرق كبير جدا، فرق شاسع. ان انا اعاقبه وان انا ادبه. اللي حصل ان احنا بنفسر التربية انها عقاب، وده غير في محله. هتبص تلاقي اب او ام بتجري ورا ابنها تقول له والله لا ربيك، يعني معناه ايه؟ اعاقبك. مع ان التربية هي تهذيب. صحيح. تعديل سلوك. تعديل سلوك. ملهاش علاقة خالص بالعقاب. تمام.
التربيه ليها 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 نظام يعني 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 ليها مراحل. التربيه ان انا بشرح له الخطا والصح وبعدين هو عمل الخطا، فانا بوضح له الفرق ما بين ان هو يعمل الصح والخطا. عمل تاني الخطا فانا بنذره بقول له انت كده ما سمعتش الكلام وعملت الخطا، عمله تاني فبيبتدي هنا مرحله العقاب. العقاب كمان ليه مراحل. العقاب لازم يكون بحب. العقاب لازم يكون بمناقشه. انا بعاقبك مش علشان انت وحش ولا عشان انا ما بحبكش. بيقول المدير الناجح اللي هو يخصم للموظف والموظف يخرج راضي مش مبسوط بس راضي يعني. مظبوط كده. ده حتى بيقول لك ان عملوا دراسات للشركات الناجحه وللشركات الخسرانه، لقوا الشركات الناجحه ان المدير بتاعهم، الشركات الناجحه المدير بيبقى صديق للموظف، صحيح فريندلي. الشركات الخسرانه بيبقى المدير كشري، بيبقى اوامر، بيبقى حتى التعبير بتاع الكتاب كان بيقول ان هو لايك بليز كاب، يعني عامل زي الضابط الشرطه. انا قدامي دقيقه لو حركت توجه كلمتين لبابا وماما اللي بيشوفونا دلوقتي اللي عندهم اطفال. اللي عندهم اطفال نقول لهم ان الطفل ده العالم بتاعه هو الاسره، العالم اللي بيكون شخصيته هو الاسره. لو كانت الاسره دي فيها سلام ومحبه ومفيش اختلاف وبيسمع كلام كويس، هو بيحس بالامان، بيحس بالطمانينه على عالمه الخاص ده، ان البيت امن، البيت بيربي كويس، البيت الفاظه اللي بتستخدم الفاظ كويسه، البيت بيتعامل مع الجميع بطريقه كويسه، فبالتالي هو بيكتسب كل هذه الصفات الجيده في حياته. هيطلع لنا انسان سوي في المجتمع، يتعامل مع الناس بحب، يتعامل مع الناس بطريقه جيده، يطيع بقى، يطيع الدوله، يطيع مدرسينه، يطيع القوانين، يطيع المرور زي ما انت حضرتك بديت قواعد المرور، يطيع حاجات كتير قوي من البيت. البيت هو المدرسه وهو المعلم الاول. انا بشكرك جدا الباشمهندس جوزيف عياد خبير المشوره الاسريه والخادم الكنيسه القديسه العذراء مريم برحاب، نورتنا وصباح النور. يا فندم انا اللي سعيد جدا وصباح الخير. صباح النور. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا النهارده في حلقتنا في صباح النور، بشوفكم على خير وصباح النور.